أنظار تتجه إلى باريس دون أن تنصرف عن الموت والجوع والمرض في السودان. برغم الوضع الإنساني المتدهور في جميع مناطق البلاد على أعتاب تمام السنة الأولى للحرب، إلا أن التفاهم بشأن ملف المساعدات الغذائية والطبية ما يزال بعيد المنال. وبينما اشتعل طرف النزاع من الحضور، احتجت الخارجية ما في سلام وفي جنجويد قاعدين، ما في مفاوضات، ما في مفاوضات وفي متمردين قاعدين. ما عندنا حل، حلنا واحد. على اعتاب السنة الثانية من الصراع، يتعقد الوضع الإنساني وتشح الخدمات وتضيق فرص النجاة للعالقين، وتزيد الأزمات وتزحف. التقدم الميداني المحدود للجيش في الخرطوم لم يوقف زحف القتال لأماكن أخرى، متحديا تفاؤل العالقين وآمال النازحين رغم الوعود المستمرة بنهاية التهجير. مناشدات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لا تتوقف لفتح ممرات آمنة للغذاء والدواء، لكن نيران القتال لا ترى الجوع ولا تسمع أنين المرضى.